محافظ صلاح الدين يدعو المستثمرين العراقيين والأجانب إلى اجتماع يحدد الشراكة بالتنمية والاستثمار بلا خصوصيات سوى جودة العمل. محافظ صلاح الدين يؤكد بتجمع عشائري كبير أن عملية الإصلاح تسير بالاتجاه الصحيح والقادم أفضل بمواصلة وحدة الكلمة والعمل المشترك. عمليات استباقية جنوبي صلاح الدين لمنع خلايا الإرهاب من استهداف الاستقرار وقوت المواطنين مع بدء موسم الحصاد. تطور ملفت في أساليب استهداف القواعد الجوية، والزراعة تدق ناقوس الخطر للموسم الحالي بسبب شح المياه.